بعض المقيمين في الحرم للصلاة أكثر من 4 أيام يختلفون في أداء السنة الراتبة، فبعضهم يقول فرصة لاغتنام الأجر، وبعضهم يقول نحن في سفر، فما قولكم؟ الذي يقصر الصلاة الأفضل أنه ما يصلي الراتب، لا في الحرم ولا في غيره. الذي يقصر الصلاة الأفضل أن لا يصلي الرواتب، لا في الحرم ولا في غيره، لا راتبة الفجر، راتبة الفجر تصلى في السفر وفي غيره. نعم.